مساء الخير يا سيدي، دي غلطة صغيرة والقلم نفسه بيغلط. مش دول الكلمتين اللي بتسمعهم من أي حد لما تيجي تلومه على غلطة عملها؟ ممكن نتجاوز عن الكلام ده لما يبقى يخص اتنين صحاب أو حتى بين شركتين قطاع خاص، لكن لما تكون الغلطة من جهة مسؤولة في الدولة ما ينفعش يتقال عليها معلش مهما كانت صغيرة، لأنها ممكن تجيب وراها نتائج تضر ملايين الناس. ليه بنقول الكلام ده؟ بنقوله لأن في شاب فرنسي مطلوب للتجنيد في مصر. زي ما حضرتك سمعت بالظبط، حضرتك سمعت صح، شاب فرنسي مطلوب للتجنيد في مصر بسبب غلطة ممكن اللي عملها يكون شايفها غلطة صغيرة وسببها ضغط العمل مثلا. اللي حصل حسب القصة المنشورة النهاردة في جريدة الوطن إنه شاب فرنسي اسمه مايكل كان جاي مصر للسياحة زي ما هو متعود، لأنه زار مصر قبل كده 16 مرة لنفس الغرض السياحة. في المطار وهو داخل مصر اتختم له على جواز السفر بالغلط إنه فرنسي من أصل مصري. الغلطة دي أيا كانت أسبابها، سواء كانت خناقة بين الشاب وضابط الجوازات زي ما الوطن نشرت، أو حتى كان غلطة غير مقصودة، فالغلط ده خلى الشاب ده يلف حوالين نفسه لمدة 7 شهور علشان يثبت ان ملوش اي اصول مصريه، لانه بعد ما اجازته خلصت راح المطار علشان يرجع بلده، اتفاجئ انه مش هينفع يخرج من مصر الا بعد اداء الخدمه العسكريه، لان الختم بيقول فرنسي من اصل مصري. طيب اللي حصل حصل، والمسؤول ختم له الجواز بالغلط. ليه 7 شهور كاملين علشان واحد يثبت انه مش من اصول مصريه؟ امال الكلام عن المايكانا والحكومه الالكترونيه والخدمات اللي ممكن تخلصها وانت في مكانك عن طريق الانترنت راحت فين؟ المفروض انه بضغطه واحده على جهاز كمبيوتر اعرف اذا كان الشاب ده ليه اصول مصريه ولا لا. ليه بقى مصممين اننا نكمل في سكه الروتين اللي كانت سبب في ازمات كتير وعانينا منها كتير ولسه بتعاني منها مصر؟ خد بالك، في الوقت اللي عمالين نعمل فيها حملات علشان نقنع السياح انهم يجوا مصر، غلطه زي دي بتخلي سايح مضمون بيجيلك بانتظام يكره اليوم اللي اتولد فيه ويقضيها كعب داير 7 شهور علشان يثبت انه مش مصري. هل حضرتك متوقع ان الشاب ده هيجي مصر تاني؟ طب لو حد قال له انا عاوز اقضي اجازتي في مصر، تفتكر هينصحه ان هو يروح يقضي اجازته في مصر؟ الخسائر مش مقتصرة على السياحة بس، لأنه حسب كلام أسرة الشاب الفرنسي اللي اسمه مايكل، حسب كلام الأسرة دي لجريدة الوطن، إنهم كانوا على وشك إنهم يبدأوا مشروعات استثمارية في مصر، لكن اللي حصل ده كره العيلة وكره ابنها في البلد، يعني موت وخراب ديار. ده برضو هيرجعنا لواقعة تانية حصلت من كام يوم لما الدنيا اتقلبت على خبر عن بيع قصر البارون، خبر اللي استقبلته قيادات وزارة الآثار بدهشة كبيرة، لأن القصر مدون كأثر زيه زي الهرم مستحيل يتباع. دكتور مصطفى أمين الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قال إنه الشائعات اللي انتشرت عن شأن بيع القصر الأثري كان سببها إن النيابة غلطت في عنوان العقار، لأنها لما شافت اسم البارون انبان على العقار فسرت إنه قصر البارون وكتبت ده في بيانها من غير ما يتم التحقق من ده، في حين ان العقار اللي اتباع عنوانه 9 شارع الثورة كان مملوك برضو للبارون، لكن قصر البارون الاثري عنوانه 9 شارع العروبة. ده ادى للخلط بينه وبين العقار اللي في القضية اللي احالت فيها النيابة الادارية 4 مسؤولين من بنك ناصر للنيابة العامة بتهمة التلاعب في بيعه. غلطة صغيرة شايفين ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل جدل وتعمل شوشرة ملهمش أي داعي، ممكن تأثر على السياحة، ممكن تضر الاستثمار، ممكن تعمل حاجات كتير إحنا يعني بسبب غلطة واحدة عملت كل ده. علشان كده لازم كل واحد يركز قوي في كل كلمة بيكتبها علشان ما يحصلش وقعة زي دي تاني، أو تحصل مشكلة زي اللي حصلت بسبب بيان مكتوب غلط من وزارة الداخلية اتقال فيه إنه اتقبض على طالب في جامعة القاهرة بعد ما كان بحوزته رواية 1984. لو حضراتكم تفتكروا الواقعة دي والحادثة دي كانت لسه قريبة قبل ما الداخلية تتدارك الموضوع وتطلع بيان توضيحي تتكلم فيه عن الاتهامات الموجهة للطالب بالتفصيل. لو سمحتم
ولو سمحنا احنا كمان ان احنا زينا زي الشعب، كل واحد يعمل حاجة يعملها بضمير علشان البلد مش ناقصة، وعلشان بجد نبقى بنتكلم بجد ان احنا فعلا عايزين البلد دي تبقى احسن بلد في الدنيا. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم.